قد قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم عدد من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدى القسم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفير السلطنة لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التعاون الإسلامي. كما أدى قسم اليمين سعادة السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدى القسم أمام جلالته عزه الله سعادة السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية. كما أدى القسم سعادة السفير موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وأدى قسم اليمين أمام المقام السامي سعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفير السلطنة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية.